صباح الخير من حي سان جيرمان في قلب باريس، واحد من الأحياء المشهورة هنا. ممكن يكون مار عليكم من اسم النادي المعروف باريس سان جيرمان، لكن احنا هنا عشان حاجة تانية مش عشان كرة القدم. اليوم بنذوق الكريب والقليت البارسيات الأصليات على أصولهم. حنجوني مطعم اسمه لكريبغي دي كانات في شارع غي كانات، مطعم صغير جاي في شارع ضيق لكن عنده زباينة، وصاحب المطعم ديما موجود وداير جو ومعروف بالأكل الطيب اللي عنده. طبعا رمضان وصايمين، نحنا حنصوروا الأجواء عندهم في المطعم ونهدرزوا مع صاحب المطعم وحنرجعوا لهم بعدين مرة أخرى بعد المغرب عشان نفطروا عندهم. أوكي، جمزوا مع صاحب المطعم مسيو أرفي. What do you think makes a good crêperie? You need to have a good pasta for the galette, and you need to have very good ingredients because in the crepe everything is inside, so you can put what you want. You don't see, but when you taste it, you feel it. Yes. So this is why we choose very good products, local ones if possible, yeah. And tasty ones. If you have the pleasure of the crepe, you need to test the beurre sucre, what we call the beurre sucre. What's the meaning? The butter and sugar. And then it's the more simple, but for me it's the tastiest one. Because you feel the paste? You feel exactly, you feel the paste and nothing else. When I was filming the chef, there was a customer, I think she's her first time to buy from here. And she ordered that one. To take away. But she was complaining that it's expensive. Ah, you are in Paris, you are in Saint-Germain-des-Prés, you have to pay everything. Yeah. It's very expensive, the salary. Nice chatting with you. ساعة الحقيقة جت يا جماعة، بسم الله. فطورنا اليوم كريبات. لا مش كريب، انا متعود على كريب قالت في الدول العربيه اللي يديروا في الكريب، بالذات دول شمال افريقيا، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. نحن عاده يكون يا اما مالح يا اما حلو. مالح نحطه فيه في التن، نحطه فيه بالجبنه في الهريسه، والحلو بالنوتيلا وبالفراوله وبالموز. لكن هنا في بلاد الكريب في فرنسا في عندهم حاجتين، في القالات اللي هو المالح، هذه حاجه بروحها، والكريب ديما حلو. القالات الفرق ان العجينه بتاعت القلات تجي أي بس وأرق، يعني تفترش تفتريش، بينما الكرب يجي أغلط شوية وحلو. قلنا أول قلات بنجربوه سمعت شيفغي. شيفغي معناها الأنز، نسبة إلى جبنة الأنز اللي مستخدمة فيه. بسم الله. أول مرة نذوق قلات على فكرة. أنا القلات نفسها مستغرب فيها، أنا رقيقة رقيقة وتقرمش خفيفة رقيقة وهشة كيف ما يقولوا في الدعايات. الشيفغي هذه شن حاطين فيها؟ جبنة الماعز قلنا، وحاطين عسل من فوق، والعسل يتماشى معه الوولنات الجوز، شايفينه فيها طماطم مجفف. بهذه خلينا نحطوا معها شوية جرجير، بما انهم مقدمينها مع جرجير. خلطة عجيبة. شوفوا، هو يصير لي في ايرور بسيط هيك بسبب العسل لانه حلو ومالح، تمام، لكن الخلطة متماشية، شوية حلاوة على شوية ملوحة موازنات بعضهن، جبنة العنز مع الجرجير، حاجة فايحة جميلة. نخشوا في السلمون، كريب السلمون قبل ما يبرد، تعال لي هنا، المعادلة اختلفت، نحطوا الشيفغي على جنب، ونخشوا في الأطلنطيك. الأطلنطيك فيه السلمون، سلمون مدخن هو المكون الأساسي متاعنا، حيبان لك اللون الأبيض اللي هو فريش كريم وليمون وشبت. الشبت والسلمون ميكس جميل جدا. يتماشى مع بعضهم. بسم الله. جميلة. اللي صاير تو انا مش حاس روحي قاعد ناكل بوجبة دسمة. وجبة خفيفة ظريفة وتاكل فيها بالشوكة وبالموس. المرة هذه حطوا فيها شبت. بسم الله. لحق عليها بالسلمون. الشيء الغريب ان القليت نفسها ما فيش طعم، هي هكي ولا شنو اللي صاير؟ خفيفه خفيفه طعمتها، صح؟ طبعا هذا صديقي احمد، احمد مقيم هنا في فرنسا، فالمفروض متعود على القليت. كيف الوضع؟ القليت نفسها شنو
شو حسيت الجودة متاعتها الجالات نفسها؟ الجالات حلوة هي بتتقرمش. وليك لا لازم يحلي وحلي باش تولي. خدينا نوعين من الكريب، بما أننا قاعدين في كريبغي معنا ناخذ كريب، مستحيل تجي كريبغي ومتكلش كريب. خدينا نوعين، الأولى مون بلو، متسمية تيمنا بالجبل المشهور مون بلو، هي عبارة عن جولاطي متاع فانيلا موجودة جوا فوق على كريم شانتين والبشكوت وكريب هو زي البشكوت مقرمش رشينا رش. والمرينجي، المرينجي هو نوع حلويات أوروبية مشهورة تلقوها في فرنسا وتلقوها في إيطاليا وفي سويسرا، وعندك من جوا عجينة الجوز وعندك الجوز نفسه، خلطة عجيبة. بسم الله، أول قصة لازم نحطه فيها المرينجي. بسم الله، تخيل أنت يعني الكريب في عجينة الجوز ولفيت الكريب بعجينة الجوز على المرينجي، تقرميش والمزيج اللي صار عقلي ما استوعبش. جميلة وخفيفة، تو استطعمت الكريمة بتاعت الجوز أكثر، غريبة شوية، متعودين على كريب النوتيلا نحن. إيش رأيك مخشوا على الجلاطي؟ أقول لك الحركة بتاعت الكريم شانتيه فوق الجلاطي نزيكة، دلع الجو. هي عجبتنا، لكن نحن نحبوا التنويع، نحطوها جنب شوية ونخشوا على هذه السادة اسمها فروي روش. الفروي روش معناها الفواكه الحمراء، ليش؟ لأنهم حاطين المربى متاع التوت زي ما تشوفوا فيه قدامنا، وعندك الجلاطي متاع الفراولة، وعلى يمينك وعلى يسارك كريم شانتي، ما في جلاطي. مرة هذه تقول لك تنغز هذه مرة. فرانسيس وكرم خفيف وتحليهم خفيف. الكرب عندنا أتسم طيارة. وهذه تجربتنا في لا كريبغي دي باغي، تجربة كانت مختلفة. لو كان لك ليلة حتما كان مختلف كليا عن الأكل في الفيديوهات السابقة، يعني الواحد بدأ الحلقات من أمريكا اللاتينية وبعدها في العصائر وفي السندوتشات متاعتهم، بعد لقى روحه قاعد في مصر قاعد ياكل في الكبدة والسجق والحاجات المتطايرة، وبعدين أكل الخفيف الظريف متاع الفرنسيس يحط لك لحسة كريم شانتيه فوقه وسلمون على الريحة. الثقافات متاع البلدان كيف تختلف من مكان لمكان، شيء عجيب. إن شاء الله عجبنكم سلسلة الحلقات هذينا، وكنا سعيدين بتواجدكم معنا، ونختم الحلقة متاعتنا هنا في لا كريبغي دي كانات. هاي السلام عليكم، شكرا لكم ولحضوركم.